IFM Sport Max حمزة المغيربي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل دي افهم احلى راديو. اذا ما وعدكم المجدد من سبور ماكس نتواصل معكم كل عادة من الوقت هذا حتى للخمسة بتاع العشية. عدة مواضيع اليوم باش نحكيو فيها، باش نحكيو على هيئة الافريقي تجيب عفيف الكيلاني اللي كان باش يتقدم رئاسة النادي الافريقي وبعد التراجع والديكلاراسيون والبلاغ اللي هبطوا عفيف الكيلاني. الملعب التونسي يطلب من الجامعة حكم اجنبي لمباراة الكاس ضد النجم، والجامعة تعين جلال السحباني. الترجي ينزل ضيف على شباب الوزداد في اطار جولة ثانية من تشامبيونز ليج، مباراة من اجل الصدارة الوقتية. الاتحاد المنستيري من اجل تدعيم نتيجة المباراة الاولى في كاس كاف في زادا، خلينا نقولوا ما في مرحلة صعيبة، مباراة صعيبة مع ريال باماكو. البوليميك الكبير على مدرب الوداد المغربي مهدي النفطي بعد الهزيمة كونتر شبيبة القبائل. الاتحاد الليبي لكرة السلة يستنكر بعد تغيير جدول مباريات دورة مسير الدولية، ورئيس الاتحاد الليبي باش يدخل معنا في ساعتنا الثانية باش يوضح هذا الكل في سبور ماكس من توا حتى الخمسة نتاع العشية. سبور ماكس رحبوا بالحضور على يميني شكري زعلاني شكو، مرحبا. مرحبا اخويا، مرحبا بمستمعينا ومشاهدينا الكرام. نعيم بربط مرحبا بيك. مرحبا بيك حمزه، ومرحبا بكل الخيان اللي يسمعونا واللي يتفرجوا فينا، وان شاء الله نكونوا خفيف ظل كالعاده ان شاء الله. تحيه لامين السعيدي في الاخراج، في الاخراج الرقمي، واللي امنكم الفيديو اللي تنجموا تتابعوه على اي اف ام تي في، والى السويح مهدي العيدي في الاعداد، وعبير باش تامن لكم ليزارتيكل وباش تامن لكم زاده ليزافيش اللي يهبطوا بعد البرنامج. خلينا نبداو كما قلنا، هيئه الافريقي تجيب عفيف الكيلاني اللي كان دخل عفيف الكيلاني مع ايمن زروق في سبور بلس، حكى على معناتها علاش تراجع بعد كان رشيد الزمرلي حضرنا لنا وقال انه عفيف الكيلاني معناتها بتقدم وبكل جديه طلب منا انه باش نوريوه معناتها برشا تفاصيل واستجبنا، لكن ايامات بعد عفيف الكيلاني ينسحب. خلينا ناخذ اكستري صغير معناتها من عفيف الكيلاني، علاش واسباب الانسحاب، وراجعين مع نائب رئيس نادي الافريقي السيد مهدي الغربي نحكيه على موقف الهيئه من هذا. خلينا نقولوا من الديكلاراسيون تاع عفيف الكيلاني، نسمعوا عفيف الكيلاني شنو قال في سبور بلس. شهر وشهر ونص ما تنجمش تكمل، عندي سبون اربعه ولا خمسه عقود استشهار ما كملناهمش، فما واحد كمل واربع مازال، وحجم النادي الافريقي يحب لها برشا فلوس ويحب لها كبير. النادي الافريقي عندها برشا حاجيات وفيه برشا مصاريف، ما نتكلموش على الملفات على القضايا هذوك اللي مش يجيو. الشركه مش تعطيك ملايين دينارات المفروض مش في شهر ولا في 15 يورو، أو ماشي مع ريزوتا، خلي يتبناوا الريزوتا سبورتيف هذوما الكل، خلي الهيئه تكمل وشوش عليهم. والله ثم فرط ولا اثنين ضغط حتى وصلوا للتهديد، وصلوا للتهديد مش نكسروا له خلاقته ومش نكسروا له كدرا شنو كان تقدم، وانا مقدمين سبعه من الناس خاطر احنا القائمه اللي قدمت اللي حضرتها انا سبعه من الناس حطيت المينيموم مش فايده في القائمه، فايده اللي اول القائمه منتهم حتى حد في اعذار. يا اخي تعرف انسان ما عندوش ما عند كما يقولوا ما عندوش رواري يخاف يقول لك انا ايش دخلني في المعمعه هذه يا اخويا، ايش دخلني في المعمعه، ثم ناس ما تساعدهمش اللي ما يهبوش النادي الافريقي تركها وتشد تشد الثنيه. اخي النادي الافريقي تعرف قداش من طاش فيها، تعرف قداش من طاش فيها، ما عليه 4000 باش يتكلموا باسم النادي الافريقي، هذا لازم يوقف، والسبان وهذيك الاعراض هذا 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 من فئه من فئه ضاله. البرنامج شنو تشوفوا من تو البرنامج مسبق البرنامج برشا صفحات حطونا اعضاء وحبوا السيد هذا ما نحبوش والسيد هذا، قلت لهم انا ما حتى حد ما يقرر في بلاصه الرئيس اللي ينفع النادي الافريقي مرحبا به. النادي الافريقي تاع الجمهور تاع الشعب نتاعو ما عندوش حتى حد. واضح هذا اكستري صغير ما اللي قالوا عفيف الكيلاني. خلينا نقراو معناتها زاد الاعلام والتوضيح ونص البيان. قالك نظرا لعدم وضوح الرؤيه بخصوص ديون النادي الافريقي والتي بلغ الى علمنا انها في حدود 12 مليون دينار، مستعدون لخلاص الجزء الاكبر منها، غير ان الواقع يؤكد انها تتجاوز هذه التقديرات بكثير. ونظرا للاستحقاق الرياضي للفريق اكابر كره قدم بعد ترشحه الى مجموعه التتويج وما يفرضه ذلك من توفير حد ادنى من الاستقرار من الفريق ومن باب المسؤوليه، فقد قررنا عدم تقديم ترشح قائمتنا في الانتخابات المزعم اجراؤها بتاريخ 19 فبراير 2023، ونرجو تحديد جلسه عامة، هذا جلسة عامة انتخابية اثر نهاية مباريات فريق الاكابر في مرحلة البلاي اوف، تكون مسبوقة بجلسة عامة عادية يتم الدخول فيها في التقرير المالي للنادي، خاصة ان المرحلة التي
تمر بها جمعية النادي الإفريقي تدعو إلى توفير جميع ممهدات النجاح قبل الترشح، فنحن لسنا من هواة الترشح لمجرد الترشح، والأمر لا والأمر لا يتعلق فقط بتوفير المبالغ التي تمكننا من رفع المنع من الانتداب، بل ولعله الأهم توفير الأموال الكفيلة بتوفير انتدابات قيمة ونوعية. زاد كيف هذا تعيد النادي الإفريقي إلى المراهنة من جديد على الألقاب محليا وإفريقيا، ونحن نحتاج إلى مزيد من الوقت لإنهاء عقود الاستشهار التي بلغ التفاوض حولها مرحلة متقدمة. عاش النادي الإفريقي، هذا بلاغ حول تقديم عفيف الكيلاني. كما قلنا رشيد زملي كان حاضر لنا، قال وريناه كل شيء. هو معنا نائب رئيس النادي الإفريقي سمادي الغربي. سمادي مرحبا بك، شكرا على قبولك للدعوة. مرحبا بك حمزة، مرحبا، تحية شكري ونعيم بحضرتك. شكرا لك سمهدي. سمهدي أنت قليل الظهور، لكن معناتها للأمانة على ذلك أشكرناك على اللي خاطر معناتها قبلت أنك معناتها توضح النقطة هذه. خلنا نعطيه النقطة بالضبط اللي باش توضحها لنا سمهدي، لأنه رشيد الزمرلي معناتها كان حاضر لنا، قال ورينا عفيف الكيلاني، وريناه كل شيء بالديتاي، التقارير كل شيء. السيد قالك ساتيسفي، عرف كل شيء، كل صغيره وكبيره، لكن معناتها في البلاغ اللي هبطه السيد عفيف الكيلاني معناتها تقال عكس هذا، فما تشكيك معناتها حتى على المبالغ. قال مش 12 مليار برك، فما اكثر من معناتها من الفلوس هذوم. صحيح، انا معناتها مش نزيد نأيد كلام رشيد. المشكل تخلق ضبابية كبيرة حتى في الجمهور وفي المخرطين تاع النادي الإفريقي. معناها كي تجي تقول الوضع يؤكد أنها تتجاوز هذه التقديرات بكثير، معناها ثم حوايج خبيناها. أنا نجم نأكد لك اللي سي عفيف الكيلاني اللي هو معناها صاحبنا ونعرفوه، مسؤول سابق في النادي بهكا بعد عليه لمدة طويلة، لكن أسباب تهمه هو اللي جلس معنا مع الهيئة كاملة مرتين، وجلس مع بعض الأعضاء من الهيئة أكثر من 5 مرات. معناتها كوسوسوا رئيس النادي سي يوسف، ولا كوسوسوا سي حامد مبارك، تريزوريه دي كلاب. تو لي زيليمون، وحقنا واجب علينا معناها حق باش ياخذ المعلومات بعد ما يصير الترشح وبعد ما يصير الانتخاب نتاعو. لكن احنا نظرا لان تعهدنا باش نخدموا ونكملوا نخدموا بالرغم اللي احنا مستفيدين اللي باش نعطيه وباش نخدموا لصالح النادي الافريقي. دونك جاء واحد ووضح النيه وديجا عملها هو في جاري في اول جلسه عامه اللي في الباب الاختيارات تتحل، قال نحب نقدم رئاستي اكسترا، حتى كان ما عملهاش بطريقه اوفيسيال في الاعلام، لكن حكينا معاه والوقت ما كفاش وقتها، وقال باقي الوقت ما كفانيش. كي تحل الباب الثاني تاع الترشحات الجمعه الاولى جاب حذانا وعطيناه طول ديزيليمون، وثم ديزيليمون اللي تعطاه بالطبيعه في الجلسه العامه اللي قامت في اوت 2022 اللي فيها معناتها التفاصيل الكل على الملفات الكل. مش مشكل، انا اللي قلقني اكثر حاجه انه يقول تتجاوز التقديرات بكثير. سمعتها بكثير، احنا ديون واضحه خاصه سمادي، سامحني نقص عليكم بعد ما رجع الكلمه، خاصه بعد ظهور رشيد الزمرلي لنا، حتى الاستاتيو حتى جماهير النادي الافريقي معناتها استحسنوا ظهوره واستحسنوا اللي اعطاه لديتاي، على الاقل هي وضاحت العمليه وضاحت الديون، خاطر رشيد اعطانا بالديتاي معناتها شنو اللي مازال، شنو اللي خلص، شنو معناتها الامور كيف يجي بالك كيما كاية بصراحه يزيد يدخل الجمهور، معناتها يدخل الشك في الجمهور. احنا 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 خويا الديون واضحه، عندنا 12 مليون دينار منهم 5 مع الفيفا و7 محليه، وبالطبيعه هذا ما 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 بالنسبه للفيفا واضحين، لكن بالنسبه للمحليه فيهم نقاش، معناها نجموا نزيدوا نتناقشوا فيهم. مش مشكل، احنا الديون هذيا باش تتزاد، هذيا في جوان، معناتها من هنا لجوان، من اليوم من جوان توا قد 6 شهور باش تزيد عليهم ليزانتيري نتاع فينونسي اللي هما 5% بارون ابوبري، معناها نهايته باش تزيد 500,000 دينار. معناها ما نجمش نقول انا بكثير. هذا النقطة الأولى، النقطة الثانية، الملف الوحيد اللي مازال كيفاش نقولوها اون سوسبونسيون اللي هو ملف زكريا العبيدي، اللي هو ملف من 2018، اللي هو ملف ربحناه في الابتدائي وربحناه في الاستئناف، لكن هو مشى للتاس، في التاس عندنا 50% بنربحوا 50% نقصوا، معناها والملف هذا فيه 1,500,000 وماهوش شي حاجة مكتوب ما مفبية معناها، أعطيناه الملف وأعطيناه الآليات وقلنا له ممكن نحطوك مع اللجنة القانونية نتاع النادي باش نشوفوا شنو هما الميكانيزم باش نكسر في الحضور نتاعنا في القضية هذه. معناها تجي تقول أنت تتجاوز بكثير
ما عرفش قداش بديت تقلق في الشاتش في الضبابيه للجماهير. انا افكتيفمون معناتها هو ممكن بريود كريتيك اللي يوم يمر بها النادي الافريقي وليس برامي ورود. انتم صحيح خدمتوا وحكينا حتى مع الرشيد، مش لازم نقعدوا نعاودوا معناتها في الديتاي، رحنا مع رشيد، لكن انتم تحملتوا المسؤوليه حتى في الفتره الصعيبه هذه وفتره الانتقاليه هذه، وانتم قلتوا ديجا انه اليوم معناتها هيئه تسيير اعمال معناتها قاعدين تسيروا في الـ في الـ في الـ الاعمال هذه، كيف يطلع حاجه كما هكا بصراحه لا تخدم مصلحه النادي الافريقي. باهي هو فما نقطه، تفضل تفضل سي مهدي من بعد فما نقطه. للوضوح يا حمزه للوضوح، احنا كي دخلنا للجمعيه هذه في 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 فيبري الديون نتاعها كانت فوق 60 مليون دينار من الاول بالكل، من بعد كي دخلنا احنا ولا 48، فما القصد الكبير منه تخلص باللطخات وبال 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 بالمستشفى اكسترا، من 48 لما وصلنا ل 12 معناها عمليه عملت فضاء. اي حبه من حبه وكلها من كريه سي مهدي. راهو اليوم اليوم الهيئه هذه الهيئه الحاليه خدمت خدمه كبيره، الهيئه الحاليه سدت العديد من الديون، راهو وصلوا معناتها حتى الكلمه ما يحبوهاش جماهير النادي الافريقي، راهو كان النادي الافريقي مهدد للسقوط للدرجه الثالثه، منع من الانتداب ثلاثه مرات تنحيوا المنع من الانتداب، معناتها هذا الخل هذا واقع، معناتها هذا واقع اي معناتها كما قال نعيم الخصم في النقاط، معناتها هذا واقع. اليوم الهيئه يلزم معناتها الجماهير اللي تحكي توا تعرف الهيئه اللي معناتها اللي كانت مشرفه خدمت واللي ما زالت مشرفه هي خدمت. الو نسمع فيك سي مهدي، نسمع فيك. والملف الاخير اللي هو مازال فيه ديدوت اللي هو ملف تاع ماتشورد، هذه شركه تعهدنا معها تعهدوا معها قبل في على تنظيم زوج مباريات وديه اللي مهدين، احنا مهدين ماناش في التاس، مهدين ب 500,000 اورو، لكن وقفنا العمليه كلها وطالبين منهم باش نشوفوا نظرا للكوفيد ونظرا للمنع لدخول الجماهير اكسترا، قلنا ما نجموا نستثمر في مباراه وديه الا ما تكون كل شيء منظم، وتفاهمنا معاهم وهم متفاهمين والمنافسات موجوده، وتقال في الجلسه العامه وتقال للسيد عفيف. معناها ما تنجمش تقول في النقطه هذه انه ثم ضبابيه للاسف، معناها مع كل احترام للسيد عفيف كريم. واضح. النقطه الثانيه اللي جبتت في الـ في الـ في الـ في البوست نتاعو على الاستشهار، يحكي عن الاستشهار افكتيفمون. باش نسال كان السؤال، معناتها انتم دعيتوا في وقت سابق معناتها سي مهدي الناس الكل والعائله الموسعه النادي الافريقي انها تجي وتعاون النادي وخاصه المسؤولين، سي عفيف كان واحد من المسؤولين، معناتها علاش معناتها الشركات هذوما نتاع الاستشهار اللي حكى عليهم وقال وصلنا لمراحل متقدمه معاهم، علاش معناتها ما قدمهمش، علاش ما جابهمش للفتره في الفتره هذه واللي هي فتره حساسه معناتها؟ هذا هو السؤال. انا كان عندي استشهاد نخدم خارج الجمعيه ونجم نفيد جمعيتي، ما ندخلش عليها معناها، ما نستعملش الاستشهاد هذا باش ندخل انا نولي رئيس، انا نعطيه على ذمه الرئيس الموجود، خاصه كيبدا رئيس معناها عندنا ثقه فيه وعندنا معناتها اجماع في الهيئه نتاعو، دونك هذا انا اتركه اللي حقيقه يقلق، وخاصه في حمزه اعطيناه احنا ملف فيه لو بيجي ديكسبلوتاسيون تاع الجمعيه من هنا لفلا، معناها حتى كان انت خايف اللي ثم والفروع كلهم خالصين، فهمت معناها؟ بالعكس معناها قال ديجا قال رشيد قال مثال راه احنا اللي مخلصين توا في معناتها لي سالير نتاع الملعبيه، قال نجم نقول لك اكثر جمعيه في الرابطه الاولى قاعدين نخلصوا توا خالص. انا بالنسبه لي انا نخزر الجمعيه تخفي نخزر جمعيتي. لا هذا معناتها نحكي لك على الديكلاراسيون حتى نتاع رشيد معناتها المره الاخرى. نأيدوها اخويا نأيدوها، ما ثم حتى اشكال. هذا هو معناها اليوم كان انت تحب تقدم للجمعيه وجمعيه كبيره كيما النادي الافريقي، الجمهور انت تقول لي ضغط من الجمهور، تعرف شو يحب الجمهور؟ يحبك يعني مش يحب وضوح في الـ في الـ في الـ في, الـ في الهيئه نتاعو، ما صارش هذا كله. معناها احنا كي دخلنا سيبري العمليه وقتها كانت قائمه واحده وقائمه تسميها انت انقاذ، خاطر الناس كل طرف في الافريقي معناها تقاسي من ديون، معناتها ما ثماش، وهذاك يمك الكوميونيكاسيون تاعنا اللي خلاتنا الناس الكل بطبيعه خاطر جمعيه نادي الافريقي ما تنجمش ما تلعبش على القاب، ما تنجمش تكون احسن واحده، لكن للاسف لي ريزولتا سبورتيف اثروا على اللي قاعد صاير تو. ما نزيدش انا ندخل ضبابيه للجماهير ونقول له راه اكثر من هكا، لا سيدي هذاك هو اللي شيف الموجودين وما فماش غيرهم.
واحنا راه باش تكون على علم وقالت هذه برشا مرات وقالها سي يوسف وقالها رشيد انه دفعنا خطايا نتاع 2008 و2007 صحيح ما تدخلش في الديتاي خاطر الديتاي كبار ياسر بلا انا نعرفوا الديتاي ونعرفوا الحيثيات انتم ديجا معناتها حتى نحكيو مره اخرى مع رشيد قلنا لهم كان جيتوا معناتها الفلوس اللي لميتوها والفلوس اللي دفعتوها انتم كلك سوا من مالكم الخاص ولا من المستشارين اللي جبتوهم انتم راهو معناتها اليوم الافريقي معناتها يلعب تشامبيونز ليغ واحد لكن انتم لقيتوا رواحكم تخلصوا في خطايا قدم تخلصوا في اخطاء معناتها مع الاسف نتاع هيئات سابقه مالوريزمون سي مهدي به يعطيك الصحه سي مهدي خذينا الموقف نتاع هيئه النادي الافريقي يعطيك الصحه على التوضيحات هذه الكل بعد شويه نرجع نعلقوا مع شكري ونعيم فصل صغير وراجعين يلا مرحبا بكم مستمعينا مرحبا بكم الناس الكل كان معنا سي مهدي الغربي نائب رئيس النادي الافريقي يحكي على موقفه بعد الديكلاراسيون والبلاغ نتاع سي عفيف الكيلاني نعيم سمعت الديكلاراسيون لأكيد سمعت سي مهدي والرد نتاع مهدي الغربي رايك نحن كنا لهنا شدنا قلنا راهو كانت الديفو اللي كان قبل في الهيئة المديرة اللي قبل فماش كومنيكاسيون انطر معناها الهيئة المديرة والجماهير جاء لهنا سي رشيد لهنا ووضع كل شيء وحط لي بوان سور لي زي بالرغم انا قلت لهنا وعاودت نقولها ونزيد نقولها راهو الهيئة ذي ترفعهم لهم القبعة بالشيء اللي دخلوا عليه وبال بال 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 بالخطايا اللي موجودة في النادي الافريقي وقت اللي هو يجي يقول لك دخلنا على سوم معين وبعد لقينا سوم معين اخر اكثر من اللي لقيناه وما تكلموش قعدوا يخدموا في معناها ساكتين وحاولوا معناها ينقذوا النادي الافريقي اليوم انت كي تشوف عزيز عفيف الكيلاني كي يقول عندي عقد نتاع معناها نتاع الاشهار وما يحبش معناها كانها معناها ورقه نتاع انا باش نعبيها هذيك باش الترشح نتاع نتاع الرئاسه انا ما شطروش الراي وموقف كيما كي ما يخليني شو نقول أبريتو النادي الإفريقي هو جماهيره هي اللي خاسرة في الأخر لأنه الانتماء للجمعية ما يتدخلش فيها إنسان معناه أمور شخصية ولا معناه ما يمشيش الأمور وهو بالعكس بيفيد الجمعية ذي وعطوه البيانات الكل وعطوه الأرقام الكل وجاء لهنا سرشيد وقال شاوش عنا هاو شنو اللي معناه خلصناه هاو شنو اللي مازال فريمون في الوقت هذا بالذات خاصة النادي الافريقي بدا يتعافى خاصة في النتائج بدا يقف شوية على ساقيه ديكلاراسيون كيما كي فريمون معناها توجع برشا ومش وقتها باهي شكري انا يعني اللي نقولوا يظل النادي الافريقي في الفترة الحالية موش في حاجة مثل هذه معناها البيانات السيد عفيف الكيلاني نحترموه ونقدروه مسؤول سابق في النادي الافريقي حب يترشح ويتقلد مقاليد رئاسة النادي الافريقي يمكن الوقت ما كانش التوقيت ما كانش باهي بالنسبة له هو ما كانش عنده معناها اكثر متسع من الوقت باش يزيد ينظم الهيئة المديرة ويزيد يجيب مستشارين كما كان يحكي هو لكن في الاخير شنو نقول انه مش بالتصريحات هذه باش معناها باش نجموا نرفعوا من مستوى النادي الافريقي باش نجموا نحلوا مشاكل النادي الافريقي، النادي الافريقي في حاجه انه الناس الكل تكون مع بعضها تكون ملتفه حول النادي الهيئه هذه والا يكون باش يقدم روحه للانتخابات يظهر لي كي كنا نسمعوا تو في السيد مهدي الغربي انه السيد عفيف الكيلاني اطلع على الاوراق والكل معناها خاصه الامور الماديه وكل ما يتعلق بالنادي الافريقي الهيئه يظهر لي ماهوش راه واجب عليه ان تعطي معناها المستندات هذيا لانه مفروض تعطى بعد ما يكون معناها السيد عفيف الكيلاني قدم الترشح نتاعو لكن هي رحبت بالفكره والناس كل على الاقل تكون يد واحده لكن في الاخير معناها بعد شوف كل واحد وظروفه نجم تكون انت قدمت معناها الترشح نتاعك لكن في الاخير يمكن كما قلت بدات فما ظروف اخرى ما خلتكش تكمل تواصل لكن ما نخرجوش معناها حاجات تزيد تشوش على النادي الافريقي لانه النادي الافريقي راهو ماهوش في حاجه الى تشويش خاصه في الفتره هذه فتره مهمه برشا النادي الافريقي دخل مرحله التتويج الامور على مستوى الرياضي يظهر لي معناها ماشيه في تحسن كبير النتائج موجوده مترشح في كاس تونس خاصه على المستوى الاداري كيف يظهر لي شفافيه كبيره في الفتره الاخيره وكنا لمنا شويه على النادي الافريقي خاصه من ناحيه معناها لي كومونيكي والتفسير خاصه كل ما يحدث في النادي مع الجماهير يظهر لي هذا الكل في الفتره الاخيره قاعد يصير في النادي الافريقي دونك النادي الافريقي نقول راهو ماهوش في حاجه لمثل هذه التصريحات واضح
وخاصة ان معناتها كيف يجي تصريح كيما هكا معناتها ينجم يكون سي عفيف عنده الحق راه باش نكونوا واضحين، اما مؤيدات معناتها تقول انت اكبر بكثير واحد وكل شيء ما فهمش مؤيدات ما فهمش معناتها حاجه ملموسه اليوم خاطر معناتها ممكن جماهير النادي الافريقي تحب تعرف الصحيح من الغلط. جاو الهيئه الحاليه عطات كل شيء، هاو شنو الديون، هاو شنو اللي مازال، هاو شنو اللي معناتها ناقصنا، وعلاش ما رفعناش منع من الانتداب. كيف يجي ديكلاراسيون كيما هكا بصراحه مش مستعد. جوست باش نزيد نوضح شويه للجماهير ونوضح للناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا، راه التقرير المالي موجود عند النادي الافريقي، موجود معنا في اداره النادي الافريقي، اي شخص يحب يطلع عليه نجم يمشي ياخذ التقارير الماليه، خاصه معناها هذه حاجات معناها طلع عليها ديجا المنخرطين نتاع النادي في الـ في الـ في الجلسات الانتخابيه وفي الجلسات العامه اللي صارت النادي الافريقي التقييميه، فالتقرير موجود موضح كل شيء، وانا كنت حتى شخصيا اطلعت عليه يعني كانت عندي منه نسخه وطلعت عليه. دونك هذوما الحاجات راهو النادي الافريقي ولا جماهير النادي الافريقي تحب تعرف اي امور ماديه راهي تنجم تتوجه معناها للحديقه وتنجم تطلع على الامور الماديه الكل. واضح. دونك خلينا نمشيو للموضوع اللي بعده. الملعب التونسي يطلب من الجامعه حكم اجنبي لمباراه الكاس ضد النجم، والجامعه تعين جلال السحباني. معنا الناطق الرسمي باسم الملعب التونسي سيد انيس بن فلاح. متر مرحبا بك. مرحبا بك حمزه، مرحبا بالاولاد حاضرين معك في الاستديو، مرحبا بالساده المستمعين تاع اي اف ام. تحية ليك متر. متر اليوم نحكيه على الملعب التونسي، حكينا في فترة سابقة وكان حضرنا زاد في الممكن الأسبوع الفارط رئيس النادي قال تظلمنا تحكيميا. اليوم من قبل التعيين أنتم طلبتوا حكم أجنبي لكن ما لقيتوش الاستجابة من الجامعة التونسية لكرة القدم. صحيح، شوف خاصة كوني المقابلة هي مقابلة كاس، متعرف مقابلة كاس معناها ما تحتملش التعويض، وخاصة كوني كانت مع معناها باش تكون مع نفس المنافس اللي هو النجم الرياضي الساحلي. احنا تفاديا للشبهات الكل وتفاديا معناها خاطر معناها الاحداث اللي صارت في المقابلة الفارطة في البطولة مازال ما عندهاش برشا، مازال في اذهان العديد من الاطراف. قلنا تفاديا لكل اشكال كان طلبنا تحكيم اجنبي اللي وشفنا احنا كل ما المقابلات اللي صارت فيهم معناها وقع تعيين طواقم اجنبيه نتاع تحكيم ما صارتش فيهم مشاكل. قلنا احنا من المستحسن كونه المقابله هذه للناس الكل بين كونه يقع تعيين طاقم تحكيم اجنبي، لكن الله غالب كما قلت انت توا الجامعه ما استجابتش وقع تعيين حكم جلال السحباني اللي بالطبيعه احنا بالطبيعه شنو باش نقبلوا معناها التعيين هذا ونتمنى له حظ معناها سعيد باش يكونوا يعدي مقابله باهيه وباش يعطي كل واحد حقه لا اكثر ولا اقل. واضح. هذا في خصوص خلينا نقولوا حكم المباراه. فين تعينت؟ هي تعينت في قربه هي المباراه هذه انيس. اي وكذلك في الملعب البلدي بقربه ان شاء الله غدوه ماضي ساعه ونص ان شاء الله كيما بقيه المقابلات الكل. باهي ارضيه الميدان معناتها علاش ملعب قربه الساعه؟ ممكن ممكن الاسئله اللي تنتاب الجماهير الملعب التونسي وكيف كيف زاد جماهير النجم الرياضي الساحلي اليوم يظلم معناتها ممكن حتى الارضيه ما كومش مستانسين بها، تنجم تقلق الزوز فرق معناتها علاش تم الاختيار على الملعب هذا؟ والله شوف تو بالنسبه لتعيين المقابلات معناها بالنسبه للملعب التونسي خاطر تحت العقوبه الجامعه هي تو في بالنا نحكيو على مسابقه الكاس، الجامعه هي اللي تختار الملعب معناها مكان المقابلة، وهذا ممكن عندهم هما معطيات تعرف زاد احنا في تونس زاد ما عندنا مشكلة تاع ملاعب معناها مش العديد من الملاعب اللي ماهيش ديسبونيبل باش تحتضن مقابلات، دونك يمكن هما راهو اللي معناها الحل الوحيد والحل الأسلم كونوا تعينوا في قربة. صحيح معناها تقول لي اللعبة على ترتون وخاصة سواء الملعب التونسي ولا نجم الساحلي زوز زوز فرق معناتها حتى الثوري تقلقهم تركي تلعب على ترتون يستقبلوا الملعب التونسي المفروض الملعب التونسي يستقبله. اي دونك هذاك علاش ممكن ما نعرفش يمكن هو السكاد الوحيد اللي ينجم يحتضن المقابله هذه. بون تقول لي ترتو على حسب المعلومات اللي عندي معناها عشب اصطناعي لكنه معناها الحاله نتاعو حسنه شويه. دونك ماك تعرف زاد معناها عندنا العديد من المقابلات اللي سواء لينا ولا النجم ناخذوهم على ارضيات اصطناعيه. نتمنى اللي ارضيه الميدان ان شاء الله ما تاثرش على مستوى المقابله وان شاء الله نشوفوا مقابله في حجم زوز فرق. سي انيس بالله معناها زوز فرق في قيمته وحجم معناها الملعب التونسي والنجم الرياضي الساحلي
زوز معناها من خيرة الفرق التونسية، وخاصة في مشوار الكاس، ودي تعرف أهمية الكاس بالنسبة لزوز فرق، ومع الملاعبين الموجودين في زوز فرق معناها حتى الفرجة ما نصورش اللي باش تكون معناها بنفس طريقة إذا كان الملعب في ملعب رادس ولا في ملعب حمد العواني في القروان، في أرضية معناها عشب طبيعي، تعرف انت الكاليتي جوار اللي موجوده في الملعب ولا في النجم، معناها ملاعبين اللي سيدي جوار تكنيك اللي عندهم مهارات اللي نجموا معناها على الاقل حتى على مستوى الرياضي تكون تكون بلغتنا احنا نقولوا اللعبه تكون خير برشا منها تكون على عشب اصطناعي. لا موافقك انا 100% في رايك هذايا، ممكن على حسب رايي الشخصي معناها ممكن كنا نجموا معناها الماتش هذا يكون ديكالي ب 24 ساعه، معناها كنا نجموا نلعبوا نهار اثنين مثلا ونهار اثنين نجموا نقاو مثلا ينجم يكون رادس ديسبونيبل، ملعب اخر زاد فيه عشب طبيعي ديسبونيبل، والجامعه هي ارتأت كونه المقابله زي ما تدور نهار الاحد وتدور في قربه، بطبيعه الحال هنا ما نجموش احنا معناها ما عندنا حتى خيار كونه باش نتكلموا القرار هذا. واضح، شكرا لك أنيس بن فلاح ناطق رسمي باسم الملعب التونسي، إن شاء الله مباراة تتعدى طيبة غدوة خاصة للجماهير الرياضية كما قلت أنت زوز فرق، شكري في قيمة النجم والملعب التونسي، مباراة على ترتونت نجم زوز فرق تلعب كرة، زوز فرق تلعب كرة كرة معناها ممتازة خاصة المستوى الفني نحكي ونحبوا نرتقي وديما احنا بالمستوى الفني للبطولة، مقابلة كاس هذه تجمع زوز فرق معناها عندهم تتويجات في سباق الكاس، وزوز فرق اللي تطمح باش تفوز بالكاس، دونك معناها مع كل احتراماتنا معناها الاهالي قربه وملعب بلدي بقربه، لكن زوز فرق يستحقوا انهم يكونوا موجودين في ملعب اخر، ملعب ممتاز معناها ينجم على الاقل حتى المتفرج يتفرج في كوره مزيانه ونشوفوا معناها جماليه ونشوفوا اهداف. الحقيقه انا كملاعبي كان جيت ملاعبي معناها مقابله كاس وباش تدور في ملعب ارضيه اصطناعيه حتى الظروف ما تكونش حتى معناها على المستوى الذهني ما تكونش بنفس معناها التفكير انك تلعب في مقابله معناها على ارضيه عشب طبيعي، تكون في ملعب القيروان، ملعب رادس، في ملعب المرسى، معناها في الملاعب ما انت ما تقلقش انك توخرها للمباراه. والمشكل الثاني زاد نعرفوا فما سابقه صارت بين الملعب التونسي والنجم الرياضي الساحلي، يظهر لي على الاقل كان من المفروض انه الرابطه ولا الجامعه تستجيب على الاقل لدى الملعب التونسي وتكون تعيين حكم اجنبي، لانه هذا من الكلاسيكو نحكيو على الكلاسيكو بتاع البطوله اللي براتيكمون جاو مدرب معناها لحكام اجانب، من المفروض على الاقل زاد حتى في مقابله الكاس هذه بعد طلب الملعب التونسي انها تستجيب الجامعه ولا الرابطه لطلب الملعب التونسي مش تعطي اكثر كل واحد معناها تكافئ الفرص. واضح نايم شاطر، شكري في اللي قالوا الكل، براتيكمون لعبنا الكره ونعرفوا اللي الترتون حاجه والجازون حاجه مهما كانت النوعيه نتاع الترتون، لانه يعني الترتون بعد الماتش بتحس بما برشا وجايع برشا تعب لي بليسير تكثر في الترتون، فماش لونفي اللي عند الملاعب كيبدا يلعب في الجازون قدام بوبليك اللي هو كونه فماش بوبليك بما ان هي معاقبه واحد كل شيء، ولكن ديما المقابلات اللي تكون على الجازون تكون فيها فرجه خير بالكاليتي الجوار اللي موجوده بين الملعب التونسي والنجم الرياضي الساحلي، ولكن مره اخرى الجامعه ما نعرفش شكون اللي قرر في توجيه المباريات هذه وقت اللي يحط لك مقابله في قربه، مع كل احترامات الاهلي قربه واحد كل شيء ما عندهم حتى ذنب، ولكن يقعد هو تيران ترتون حتى لو كان جاي ترتون جديد وسيزيام ولا سانكيام جينيراسيون كان ينجم كما قلنا نلقاو حل، وكانت لعبات نجم تتفرج في ماتش مخير اللي هو معناها توخر 24 ساعه ما فيها باس، كان الناس كل معناها نتفرجوا في مقابله خاصه بين الملعب التونسي وبين النجم الساحلي، كما تعرف الناس كل الملعب التونسي معناها حاطه تو برو تو في الكوب وتحب تمشي لبعيد، النجم الساحلي كيف كيف في الكوب وهي مرشحه للبلاي اوف، دونك ربي يهدي اللي حط القرارات هذيا في اخر وقت، كان ينجم يصبر وكان ينجم يلقى حل باش ما تدخلوش في متاهات اخرين، وكما قال سي انيس معناها توا بما يخص لي زاربيتر هذوما ان شاء الله معناها الاربيتر هذا يهز المقابله البر الامان، لانه كثرت الكلمات برشا والملعب التونسي برشا برشا ضر من لي زاربيتر، ان شاء الله كل فريق ياخذ حقه الفرق الكل برشا الفرق يعني الفرق الكل استنفعت والفرق الكل ضرت، معناتها باش نكونوا واضحين مش معناتها خاطر النجم نحطوها على الملعب التونسي برك هو اللي تظلم، حتى النجم الساحلي في وقت سابق تظلم، الترجي تظلم،
الافريقي تظلم الكل معناتها الكل استنفد ومام طون في من الاخطاء التحكيميه. نعملوا ترتيحه صغيره نرجعوا نحكيوا على الترجي التونسي التشكيله المحتمله شنو هي التشكيله اللي باش يهبط بها نبيل معلول اليوم في مباراه الشباب بالوزداد. الانظار الكل اليوم باش تتجه للمباراه هذه والافيش الكبيره في الجوله الثانيه مباراه خاصه من اجل صداره المجموعه وقتيا. فاصل ترتيحه صغيره مع الموسيقى وراجعين. انتم تسمعوا في سبور ماكس مع حمزه المغيربي على اي اف ام احلى راديو. رجعنا لكم مستمعينا مرحبا بكم الناس الكل. نحكيوا على افيش الكبيره اليوم ابارتير من 8 نتاع الليل في الجزائر مباراه الترجي الرياضي التونسي وشباب بالوزداد في اطار الجوله الثانيه من تشامبيونز ليج مباراه من اجل الصداره المؤقته. الترجي فاز في المباراه الاولى على المريخ السوداني هدف مقابل صفر والشباب بالوزداد فاز على الزمالك المصري زاد كيف كيف في المباراة الأولى. زوز فرق عندهم ثلاثة نقاط. تقديمك للمباراة شكري الزعلاني ككل ساعة. مقابلة مهمة بالنسبة لزوز فرق خاطر زاد مربوطة مقابلة البارح اللي دارت بين الزمالك والمريخ اللي تعادل فيها فريق الزمالك والمريخ تعادلوا صفر. معناتها زوز فرق اليوم باش يلزمهم يغتنموا الفرصة باش يزيدوا يبعدوا على بيان سور سورتو اللي باش يتمكن من الفوز اليوم تكون عنده ديما معناها أسبقية وفرصة كبيرة أنه يكون موجود في الدور المقبل. ان شاء الله نتمنوا حظ موفق للترجي الرياضي التونسي الحقيقه ممثل كره قدم التونسيه. نتمنوا انه يعود نتيجه ايجابيه من الجزائر. منتخب فريق بالوزداد معناه فريق ممتاز فريق قوي عنده امكانيات كبيره فريق معناه نعرفوه مليح يلعب براتيكمون خطه نفس خطه الترجي 4 3 3 كان قدم مقابله ممتازه ضد خاصه الزمالك المصري فريق اللي عنده 14 مقابله تقريبا بدون هزيمه. اخر هزيمه ذول الشباب بالوزداد كانت ضد الترجي في مقابله وديه في تونس. دونك زوز فرق حتى ما يعرفوا بعضهم مليح زوز مدربين كيف يعني يعرفوا بعضهم مليح نبيل كوكي ونبيل معلول. نتصور ان زوز فرق جاهزين. الترجي يمشي للجزائر يحاول يعود بانتصار وعلى الاقل انه يعود حتى بنقطه تعادل في ذهني انا تكون ايجابيه بالنسبه للترجي لانه فما اسبقيه الميدان الفريق بالوزداد. لكن الترجي متعود وبالخبره نتاعو ينجم ينتصر في المقابله هذه. زوز فرق الحقيقه يظل لي معناه باش يكون طبق كروي ممتاز لزوز فرق وان شاء الله نشوفوا فيها فرجه واهداف ان شاء الله. الترجي يفشل في خلينا نقولوا في الانتصار على فريق جزائري من 2019 نعيم معناتها ما فازش على فريق جزائري في الجزائر فهمتي معناتها زاد كيف شنو نحكيو على اربع ماتشوات ما بين الزوز فرق مباراه وفات بالتعادل انتصار وحيد شباب الوزداد وزوز انتصارات للترجي الرياضي التونسي معناتها خلينا نقولوا هذه الرابع مواجهه. دونك كيفاش تشوف خلينا نقولوا المباراه اعطينا نظره عامه قبل ما نمشيو نسمعوا معناتها المدربين والتصريحات المدربين. هو اكيد المقابلات هذيا حمزه انت تعرف اللي ديربيات هذوما بين الفرق التونسيه والفرق الجزائريه وفرق التونسيه والفرق مش عفوا جوست تصحيح مش في تاريخ معناتها في المواجهات تقابلوا في 2021 معناتها خلينا نعطي الارقام. الترجي فاز في تونس 2 بلاش وبالوزداد فاز 2 بلاش في الجزائر وخلينا نحكيو زاد على العمناول زاد كيف شباب الوزداد تعادل 1-1 والترجي فاز 2-1 في تونس. كما قلت لك حمزه معناها ديما الديربيات هذوما بين الفرق التونسيه والفرق الجزائريه خاصه ديما تكتسي معناها فرجه كبيره برشا. تعرف اللي الفريق الجزائري يمر فتره انتعاشيه كبيره كما قال شكري توا 14 انتصار سكسيسيف ورا بعضهم ما خسروش. جبت انتصار من الزمالك الفرق الجزائرية صعيب باش تربح في مصر أول انتصار الفرق الجزائرية في مصر. دونك في نشوة كبيرة برشا خاصة عن الناحية المادية ناحية كيف الفريق معناها في الثنية صحيحة مدرب نتائج معناها في المستوى المطلوب. تعرف المقابلات هذوما تلعب على دي بلي تيتاي خاصة معناها اللونتام تاع الماتش لازم يكون الترجي الرياضي التونسي واقف مليح لازم هو أكيد نبيل معلول
قرا كل كبيره وصغيره للفريق الجزائري. كيف كيف نبيل الكوكي يعرف خصال الترجي، يعرف خصال المدرب نبيل معلول، نتصوروا باش تكون مقابله كبيره. وكما قلت لك معناها المقابلات هذه خاصه الدربيات تلعب على ديديتاي، على فراب دو بال، على ديباراريتي، خاصه الغلطات الانديفيديوال خاصه يحاول الترجي التونسي يبعد عليها. وان شاء الله نحن كتوانسه نحبوا الفريق التونسي اللي هو يمثل فريق تونس كله، هو الترجي التونسي بترو بوان ولا ان بوان. ان شاء الله السيد نبيل معلول يخم في الاوفنسيف، لانه كما تعرف الناس كل بلغه الكره كي تمشي للانتصار ما يجيش الانتصار، تجي حتى نقطه. ان شاء الله ما نكونوش نلعبوا بلوك با ونحاولوا معنا نقبلوا اللعب، لانه كما قال شكري تو نلعبوا في الميدان نتاع الجزائر، وتعرف الجزائر واجواءها وجماهيرها معناها عندهم شغف كبير بالفريق نتاعهم. وان شاء الله الترجي يكون في نهاره، وكما قلت لك معناها ما نضيعش الترجي التونسي ميتون كما تعدى في رادس، لانه في الجزائر صعيب لو كان تعدي ميتون كما تعدى في رادس تو باي كاش. ان شاء الله الترجي يعمل اون تام دو ماتش كبير برشا، وان شاء الله يكون في نهاره. واضح. بعد باش نحكيو عنه الترجي باش يمشي للدفاع والا باش يمشي باش يسجل، باش نحكيو زاد على التشكيلة المحتملة ومنتظر باش يكون فما تغييرات خاصة في وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي، وحسب مصادرنا انه ينجم يكون غيلان شاليلي معناتها أساسي في مباراة اليوم عكس مباراة الفارطة مع المريخ السوداني. دونك باش نخلينا نسمعوا نبيل معلول مدرب الترجي الرياضي التونسي شنو حكى في الندوة الصحفية على المباراة، ونرجعوا نعلقوا خاطر زاد كيف كيف باش نسمعوا نبيل الكوكي مدرب شباب الوزداد. نبيل معلول شنو قال؟ يلا. Je ne pense pas que معناها انه الماتش هذايا مصيري بالنسبة للترجي ولا بالنسبة للوزداد. معناها صرحت قلت بعد المباراة الأولى بعد ما فاز بالوزداد على الزمالك وبعد ما فاز الترجي على المريخ انه ما زالت المجموعة مفتوحة، مازال كل شيء جاهز، مازال كل شيء ممكن. من خلال خبرتي أنا المتواضعة راهو سكي امبورتون في الشامبيونز ليغ هو تربح البرة، ما تخسرش البرة وتربح في بلادك. جو ندوا با غاتي دي بوان في بلادك، سي تريز امبورتون، مي ما يلزمكش تخسر هذا البرة إذا كنت تحب تلعب الأدوار الأولى وتكون الأول ولا أو مينيموم الثاني. أنا قلت أنه احنا اون تانك اسبيرونس وأنا اون تانك كونترونور on doit toujours chercher et c'est dans l'ADN de l'espérance toujours chercher à gagner même حتى si on joue à l'extérieur ça اذا كنت تحب تلعب البريمير رول وهذا اللي نحاول ندخله ونرسخه في ذهن اللاعبين نتاعنا. واضح. هذا نبيل معلول شنو قال على مباراة ترايك نايم؟ بون شو نقول لك انا، ما تعرف المقابلات هذه خاصه في الشامبيونز ليغ لما تكون تلعب اكستيريور وتجيب 3 بوان تريز امبورطون للمجموعه ككل، معناها والفرق الكل تولي تعطيك الف حساب، لانه 3 بوان من الجزائر تريز امبورطون وتعطي مورال كبير للجمعيه وتعطي معناها حظ كبير برشا للدوزيام تور. نبيل يقول اللي كونه ماهوش معناها المقابله هذه بالنسبه لينا احنا وبالنسبه للوزداد معناها ما تكتشيش برشا خطوره برشا معناها امبورتونس كبيره في المقابله. انا ما شاطرش برشا نبيل لانه 3 بوان اكستيريور تي امبورتون بالنسبه للترجي التونسي، ولما تلعب كنا مع عثره الزمالك لانه مرات ولما تلعب معناتها مازالك مع الزمالك الريتور، مازالك الريتور مع المريخ، مازالك الريتور مع ولما تلعب حمزه في الشامبيونز ليغ قد ما تاخذ 3 بوان خاصه البرا قد ما تعطي مورال كبير، تعطي ثقه للمجموعه وتعطي ثقه للاداره والجمهور اللي كونه عنده فريق يمشي لبعيد في الشامبيونز ليغ. واضح. هذا نبيل معلول. نسمع نبيل الكوكي مدرب شباب الوزداد شنو حكى على في لافون ماتش. المقابله هي المجموعه هذه معروفه وانا اصعب مجموعه تقريبا لانه مجموعه دربيات معروفه، والدربيات ديما يصعب فيها التكهن ويصعب فيها معناها تعطي نتيجه مسبقه لانه تلعب على جزئيات صغيره، تلعب على يوم المباراه فريقك كيفاش كان استراتيجيه نتاع المباراه نتاعك. بالنسبه لنا احنا ناخذ ماتش بار ماتش بالمقابله مباراه. المباراه اللي فاتت وفقنا في ربي الحمد لله، معناها كنا معناها سوليد، كنا ايكيب معناها مشينا باش نربحوا، مشينا معناها ثمك الروح الكبيره اللي لعبنا بها. ان شاء الله زاد المقابله هذه نكونوا معنا في الموعد، ومن بعد مقابله ما بين زوج فرق كبار معناها فريق الترجي التونسي فريق معناها بارمي لي فافوري بالطبيعه في الكومبيتيشن هذه، وعنده تقاليد كيف كيف شباب الوزداد قاعد يتموقع افريقيا لانه قاعد
سنتين ورا بعضهم ربع نهائي كيف كيف تقريبا معناها في البطوله نتاعنا زاد كيف كيف معناها قاعدين تقريبا ثلاث سنوات سيطره كليه على البطوله ان شاء الله معناها تتعدى مقابله بين زوج فرق كبار يليق دربي مغاربي معناها دربي جزائري تونسي. يلا هو دربي تونسي جزائري ودربي ما بين المدربين معناتها خلينا نعطيه اعطينا رايك في اللي قالوا نبيل الكوبي كلام معناها نبيل كان حكي بواقعيه كبيره تحسوا نوعا ما خفف الضغط شويه على الشباب كان يحط في الضغط اكثر على الترجي الراضي التونسي دونك حتى كحكي معناها يقول لك الترجي معناتها هو بلاندي فافوري هذا حتى حد ما يشك فيها لكن بالعكس فريق بالوزداد يحاول انه يتموقع ويوصل مرتين دور ربع نهائي دونك يهز شويه في الضغط على الترجي الراضي التونسي بعد في الضغط على الملاعبيه نتاعو عادي جدا انه باش يحمل الملاعبيه وينقلل معناها من ضغط المقابله لكن في اذهان الملاعبيه وفي اذهان نبيل الكوكي مقابلة مهمة بالنسبة للبلوزداد لأنه يستقبل الترجي، الترجي لاندي فافوري في الشامبيونز ليج والانتصار على الترجي مهم برشا بالنسبة للشباب بلوزداد باش يكمل بقية المشوار، يعرف من بعد أنه عنده معناها باش يستقبل الزمالك والزمالك يمكن تبدل فيه برشا حاجات معناها نعرفوا في الفترة الأخيرة الزمالك المصري فما أزمة نتاع نتائج وأزمة خاصة من الناحية الفنية لكن الزمالك ينجم يرجع فيه في أي وقت، عنده تنقل صعيب في المريخ ومن بعد باش يعاود يجي لتونس يلعب ضد الترجي، ما نعرفوش احنا وقت ظروف الترجي شنية مترشح ولا مش مترشح لكن دونك لازم على الأقل يقول لك ننتصر في المقابلة هذه باش نجم معني أن كونكيورون ديريكت في الترشح بالنسبة لي أنا ننتصر عليه، نجم نكون معناها موجود ومتموقع في المراكز الأولى. الحقيقه معناها فريق بلوزداد مع نبيل الكوكي قاعد يقدم في مستويات ممتازه يحتل الطليعه في يلعب على ثلاثه واجهات وخاصه تركيز كبير انا نتصور لانه في مشوار البطوله عنده اسبقيه بسبع نقاط تقريبا على شباب قسنطينه دونك محضر نقولوا اكثر تركيز واكثر جاهزيه على مقابله الشامبيونز ليج لانها مهمه بالنسبه لبلوزداد. واضح باهي شنو النقاط اليوم اللي ينجم يركز عليهم نبيل معلول شكري في معناتها في مواجهه شباب بلوزداد؟ انت تفرجت المباراه الاولى قاعد تبع زاد في الفريق هذا في الدوري الجزائري شنو نقاط القوه شنو نقاط الضعف تاع الفريق؟ شوف بالنسبه معناتها نحكيو شويه على الفريق فريق بلوزداد فريق منظم الحقيقه معناها دفاعين فريق معناها من ناحية دفاعيه منظم يعتمد على ان بلوك با معناها بيان ستركتوري اربع مدافعين ثلاثه لاعبين وسط ميدان من ناحيه معناها الفنيه ممتازين لكن زاد حتى من ناحيه الكومباتيفيتي ويسون تري سوليد وفي الهجوم الثلاثي معناها سريع جدا عندهم خاصه من ناحيه الهجمات المعاكسه ممتازه شفنا ضد الزمالك كان تقريبا معناها في جل المقابله يلعب معناها في الدفاع وكل مره تسمح الفرصه وتكون ترانزيسيون نتاعو رابيد كان يقلق برشا فريق الزمالك كان نجم يسجل اكثر من هدف حتى على مستوى الدفاعي وقت الزمالك حاول يضغط على الفريق ما لقاش حلول على الكرات الثابته كيف معناها فريق الحقيقه منظم لكن في المقابل معناها الترجي عنده الحلول خاصه على الاطراف حكينا شويه على فريق بلوزداد دفاعين منظم لكن فما ثقل كبير في محور الدفاع نتاع شباب بلوزداد الترجي الراضي التونسي نجم يستغلوا نعرفوا زاد حتى طريقه اللعب يمكن نتاع الترجي هما نفس المنهج التكتيكي يلعب بزوج فرق 4 3 3 لكن في التنظيم الهجومي هنا تفرق معناها الترجي يعتمد اكثر على الهجمه المركزه الشباب بلوزداد يعتمد على الهجمه المعاكسه دونك حتى في طريقه اللعب وتفكير نبيل معلول كنا حكينا برشا على خاصه الرول نتاع بن عياد انه ملاعبي اللي يجبد معنا المدافعين حاول يلدزون امتي بو باش يخرج زوز لاعبين نتاع المحور نتاع الدفاع نتاع شباب بلوزداد دونك لهنا تعطي مساحات انت خاصه الغيلان ولا بالرمضان اللي نجم يكونوا موجودين في منطقه 18 متر وهنا نجم تخلق عديد المشاكل بالنسبه لبلوزداد. واضح بعد شويه نرجع معك نعيم في ساعتنا الثانيه نحكيو على الترجي الرياضي التونسي مقارنه بمباراه المريخ شنو النقاط معناتها يلزم خاطر كل مباراه ومباراتها وكل فريق وكل منافس وباش تكون التحضير الخاص نتاعو في ساعتنا الثانيه نعيم جاوبنا على السؤال هذايا نمشيو مع ملاك توا في الميتيوم بعد الاخبار وبعد راجعين غاسي برونشي الناس كلها على اف ام على راديو.